السلام عليكم، معكم أميرة من أكادير، ملكة الجمال العرب والكون. وأنا أكثر واحدة تتعرض للتحرش في المغرب، في مصر، في تركيا. تعرضت للتحرش طاغي بزاف، وبزاف هنا في المغرب حتى عايشة فيه. كيفاش واحدة كنت حسبت واحد النهار درت تحدي بيني وبين راسي، خرجت مع 12 من النهار نتغدى برا، وصلت ل 100 تحرش في النهار. هذا رقم قياسي، ما تنظنش شي حد يكون وصل ليه بحالي. اللي كيخليهم يتحرشوا بيا هو ما شاء الله الجمال ديالي، اللي فائقة الجمال ما شاء الله عليا. واكيد اللباس ديالي لباس محترم، ياك، والمفاتيح ديالي اللي تتخليهم يتحرشوا بيا. واخا كاع لبس عبايه ولا جلابه ما تيتحرشوا بيا، المفاتيح ديالي تطغى على كل شيء، والجمال ديالي طبيعي. اون فورم هادي، تبارك الله تبارك الله، الخير ديالي تيبان فيا ما شاء الله. هذا راه ماشي الغولد، هادي راه تبارك الله دي فورما الناس تحماق عليها وتيكلو عليها دردك وفاني ومتيلقاوهاش. هذا الخير ديالي ما شاء الله اللي باين فيا، واللباس ديالي جد محترم، يعني هما يديرو غض البصر. خدامين معايا تحرشو بيا، خدامين عندي، ولا لي كليون تيجيو تيتحرشو بيا، ولا تيعرضو عليا السهرات إلا بغاو فهمتي شي حاجة دوز، شي حوايج تيدوزو تيعرضو عليا السهرات، تيقولو اليوم عارضين عليك قلنا انفيت ديني سواغي شي حاجة. وبطبيعة الحال تلقاو الرفض مني. اللي عطاني ملكة الجمال هو المجتمع، عطاها ليا راسي، عطا ليا الكم الهائل ديال التحرش اللي تنتعرض ليه سواء من طرف الرجال او طرف النساء. بطبيعة الحال غادي نسمي على راسي ملكة الجمال، وتا المجتمع خصو يسميها عليا وتقبلها. دابا المجتمع ما مقبلهاش، ولكن خصو يتقبلها، مع الوقت ان شاء الله غادي تقبلوها. تبدا تقلب على الغلط باش تغلط، تحيد منها شويه ديال السم، قلبها يكون طيب وكبير وغادي تغلط ان شاء الله بالتوفيق. ماشي وصفه ديال الغلط راه ما كايناش، ولا بغيتيو تنفخوا. انا ماشي ضد ديك النساء اللي تيديروا النفخ ولا الشد ولا تيسلحوا في راسهم ولا تيزينوا في راسهم، بالعكس بالتوفيق. واللي عندها الفلوس تمشي تنفخ وتفش ودير داكشي اللي بغات. انا ماشي ضدهم وجماعة نكون ضدهم بصحتهم. غزالة تبارك الله مثقفه واعيه ما شاء الله عليها، ربي يحفظها. وغزالي العيالات المغربيات احسن نساء العالم، احسن رجل في العالم، راجل وفحل وتبارك الله عليه. المتحرشين تاهما الله يهديهم والله يرد بيهم. تنقول المغاربه، كنبغي اللي تنبغي نقول المغاربه، تنبغي لكم، كنحماق عليكم، كنموت فيكم. وشكرا بزاف على ديك السبه اللي تتبوني الانتقادات ديالكم، راه تتشجعني وتعطيني قوه 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 قوه، تعطيني قوة كثيرة. هادوك ديك المعيور وديك شي كامل تعطيني واحد القوة ما تتخيلوهاش. كنشكركم بزاف، ميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.